مرحبا جميعا، معكم مدير وحدة الدراسات في مركز الدراسات العربية الأوروسية ديمتري بريدجي. اليوم سوف أتحدث عن العلاقات السعودية الروسية، وكونني الآن في المملكة العربية السعودية في الرياض، فحبيت أن أتحدث لكم عن العلاقات الروسية السعودية وماذا يجمع الدولتين في ظل التغييرات التي تحدث في العالم. فالآن نرى بأن هناك تقارب روسي سعودي في كثير من المجالات، ملف الطاقة، ملف تبادل الخبرات في كثير من المجالات، حتى توقيت اتفاقية في المجال العسكري في موضوع تطوير أنظمة كورنت وغيرها من الأنظمة العسكرية. وروسيا كون لديها خبرة من زمن الاتحاد السوفيتي في المجال العسكري، فهي تساعد المملكة العربية السعودية في تطوير الأسلحة وأيضا تبادل الخبرات العسكرية. أيضا لا ننسى بأن ولي العهد محمد بن سلمان لديه الآن مبادرة أو استراتيجية فيجن 2030 التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية في تطوير مدينة جديدة، مدينة نيوم، وأيضا تحسين مدينة الرياض وغيرها من المناطق في بناء حدائق وتطوير المباني القديمة وإعادة وإصلاحها. وهذا الشيء في ضمن الاستراتيجيات التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية أيضا. فالآن هذا التقارب الذي تشهده روسيا ودول الخليج وجاء بسبب التغييرات الدولية التي تحدث في العالم، وخصوصا الأزمة الأوكرانية، كون روسيا في مفهوم استراتيجيتها الخارجية التي وقع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مارس 2023 رسمت استراتيجية للتقارب من دول الإسلامية والحضارة الإسلامية ومن ضمنها طبعا دول الخليج. والآن ازداد هذا التقارب أو العلاقات الدبلوماسية في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا بين روسيا وأيضا الإمارات العربية المتحدة. مثلا الإمارات العربية المتحدة نظمت أيام ثقافة الإمارات العربية المتحدة في وسط العاصمة الروسية موسكو، وكان أيضا نوع من التقارب الذي تشهده روسيا ودول الخليج. أيضا المملكة العربية السعودية كما أيضا الإمارات العربية المتحدة تتوسط بكثير من الملفات، خصوصا حتى الأزمة الأوكرانية. فمثلا المملكة العربية السعودية في جدة كان هناك لقاءات تخص إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وتم استضافة الطرف الروسي كما أيضا الطرف الأوكراني. فهي ضمن المبادرات التي تعمل عليها الدبلوماسية السعودية في أن يكون لها دور في كثير من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، وحتى في الصراع الروسي الأوكراني الذي سبب أزمة اقتصادية دولية كبيرة بسبب العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي وغيرت من مفهوم الاقتصاد الدولي، وسببت مشاكل لدول الاتحاد الأوروبي، كما أيضا سببت مشاكل لأسواق الأفريقية وأسواق الخليجية. ولذلك هذه التغييرات الآن من ضمنها التي تحدث في العالم، وتحول العالم من عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه فقط سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا هناك يكون صوت لدول الخليج وروسيا والصين. فهذا الشيء يعني هناك الآن تحرك واسع النطاق. كما أيضا لا ننسى بأن المملكة العربية السعودية لها نشاط في منظمة بريكس كما أيضا للاتحاد الروسي، وهذا الشيء يقرب من وجهات النظر في ملف الطاقة أيضا، والتي أيضا للمملكة العربية السعودية دور كبير فيه.